كما قلنا في البداية، الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزء من النبوة. مولانا الإمام الشيخ محي الدين بن العربي الحاتمي رضي الله عنه بيقول إيه؟ واعلم أن الرؤية، أن مبدأ الوحي هو الرؤية الصادقة. أن مبدأ الوحي هو الرؤية الصادقة، وما هي بأضغاث أحلام. وفي الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وأول ما بدأ به الوحي. يبقى إيه؟ يبقى عشان كده هو قال وحي. إيه؟ واعلم أن مبدأ الوحي هو الرؤية الصادقة. تقول السيدة عائشة في الحديث الصحيح: أول ما بدأ به الوحي، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة. يعني أول حاجة بدأ بها النبي من الوحي إيه؟ الرؤية الصادقة. فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. الله. يعني تحدث زي فلق الصبح. نعم. أي اللي شافه هو اللي إيه؟ يتحقق. شاف الرؤية هو اللي تحقق في الواقع. نعم. الله. ليه؟ ليه اللي شافه هو تحقق في الواقع؟ ونقول الصادقة، الرؤية الصادقة. سيدنا عشان تنقل بقى يعني على علينا احنا كبشر عاديين. سيدنا الإمام أبو سليمان الداراني يقول: إذا اعتادت النفوس الطاعات جالت في عالم الملكوت الغيب، ثم عادت إلى صاحبها بأنفس العلوم دون أن يؤدي لها عالم علما. إذا اعتادت النفوس الطاعات أو اعتقدت النفوس الطاعات جالت في عالم الملكوت ثم عادت إلى صاحبها بأنفس العلوم دون أن يؤدي لها عالم علما. يبقى ده علم. الملكوت ليه؟ لأن الملكوت هو اللي بيحكم عالم الملك. وعالم الجبروت هو اللي بيحكم عالم الملكوت. فالعوالم لا تتناهى والمعارف لا تتناهى، فكل قانون بيحكمه قانون أعلى منه. ليه كمان؟ وإيه تفسير حكاية الرؤية اللي أنا بشوفها دي؟ لأن الدرجة العليا المعاني والحقائق مجردة، الحق حاجة مجردة، الخير شيء مجرد، الشر شيء مجرد، العلم شيء مجرد. المجردات دي في العوالم الأخرى لها صورة في العالم اللي أقل منه، فلازم الحق يبقى له صورة في العالم اللي تحت منه اللي هو بسموه عالم الخيال. يبقى عالم المثال اللي فيه الحقائق مجردة الله، الحق، العلم، الجمال، الحب، العظمة، الإبداع، كل دي حقائق. الحقائق دي لها في عالم الخيال صورة، بس جل وعلا أن يكون له صورة عشان ليس تعالى كمثله شيء. نعم. نعم. واخد بال حضرتك؟ فهنا بقى له صورة. الخيال هو بقى إيه؟ عالم الخيال اللي فيه الصور الأشياء. يبقى الحقائق لها صورة، لازم تاخد لها صورة عشان أفهمها تقوم تنزل درجة، يبقى لها صورة. الصور دي عشان تعرفها أكتر تنزل في عالم الأجسام في الواقع بقى، شوفها إيه؟ واقع أمامك اللي هي تتحقق. عشان كده يعني شوف، يعني أعلى درجة في المفكرين في بني إسرائيل ما استطاعوش يتصوروا إله مطلق مجرد في الغيب. نعم. فقالوا يعني اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. احنا عاوزين حاجة نشوفها أو حاجة ندركها أو حاجة عجلاً. نعم. عجلاً جسداً له خوار. نعم. صوت وصورة. نعم. مش قادر يتصور إله في الغيب. نعم. فقال لك أنا عاوز في العالم الأعلى. آه. نعم.
في المجردات نعم. ولا في الصور كمان عالم الخيال لا هو عايز في الواقع عاوز الأكساب. عجلا جسدا له خوار اللي اعلى في المعرفه قالوا احنا مصدقين بس برضو عاوزين دليل مادي يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء نعم. مش عايزين نشوف ربنا بس عايزين مائده تنزل من السماء بس ايه نعم. لقهر العقل لان العقل يطلب الدليل والبرهان نعم. بس احنا مصدقين فدي درجه في الادراك اعلى طيب في درجه اخرى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. العوام يؤمنون بالغيب فده طبعا درجه من درجات الادراك هي مسائل معلش نعم. علميه شويه فالرؤى جايه منين من تصور الحقائق العليا عشان كده ايه بدأ به الوحي نعم طب نقدر